بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، هناك الكثير من القضايا التي أود طرحها أمامكم اليوم، ولكني أعلم تماماً أن الوقت لن يسمح بذلك، وكوني طالبة ولوجود معالي وزير التربية والتعليم العالي بيننا اليوم، فسأبدأ بقضية التعليم. سيدي الرئيس، انفتاح التعليم وبعثات الخمسينات والستينات كانت أساس النهضة والتوسع الديمقراطي اللي عاشتها الكويت في تلك الفترة، واللي قاد هذه الدولة لتكون منارة حضارية ليس في منطقة الخليج فقط، ولن أبالغ إن قلت في الشرق الأوسط بشكل عام. لذلك اليوم أحنا كطلبة لما نسمع مرارا وتكرارا قضية ضعف مستوى التعليم في البلد وتأخر جامعة الكويت في التصنيفات المختلفة للجامعات عالميا أو إقليميا، نصاب بإحباط. وليش ما نصاب بالإحباط؟ وجامعة الكويت اللي كان فيها فلاسفة وعلماء مصنفين عالميا تعاني اليوم من ضعف النشر العلمي. ليش ما نصاب بالإحباط وهذه الجامعة الحكومية ظلت يتيمة من 1966 وكنا عجلة التعليم في هذا البلد انتهت لهذا الحد؟ ليش ما نصاب بالإحباط وإحنا نشوف نفس الوزارة اللي تخرج الطلبة تريد تختبرهم عشان تقبلهم جامعتها بمسمى اختبار القدرات، وهو بالحقيقة اختبار تشكيك بالقدرات؟ ليش ما نصاب بالإحباط واختبارات القدرات غير متوافقة مع مناهج مدارس القطاع الخاص، واللي للأسف بسبب عدم تطور التعليم الحكومي يحوي قطاع كبير من طلبة الكويت، وبسبب هذه الاختبارات يحرم في بعض الأحيان متفوقي التعليم الخاص من دخول جامعة الكويت، الجامعة العامة الوحيدة واللي تحوي جميع التخصصات وبعض التخصصات غير موجودة بأي جامعة خاصة بالكويت؟ سيدي الرئيس، معالي الوزير، اليوم احنا محتاجين لإصلاح التعليم، فالتحديات صارت أكبر. أعلم أن هناك تحديات، لكني أعلم أن نهضة أي بلد أساسها تعليم ناجح وتضافر جهود. سيدي الرئيس، معالي الوزير، احنا شباب مقبلين على التعليم الجامعي، وللأسف قبل الدخول في هذه التجربة من الحين احنا قلقين، خايفين، متوترين على مستقبلنا الوظيفي. واحنا نشوف وايد من اخواننا الخريجين ينطرون وظائف لمدة سنين سواء في القطاع الحكومي او الخاص، ويضطر منهم للعمل في الوظائف خارج تخصصاتهم، وهذا في هدر لموارد الدولة اللي تم صرفها على تعليم هالطلبة. سيدي الرئيس، معالي الوزير، وانا قاعد اتكلم في الموضوع المواضيع اللي ذكرتها ضاج صدري، وانا اتذكر كلمات اخواني واخواتي في برلمان الطالب من 6 سنين، واللي تتكلم تقريبا عن نفس المواضيع وما نحل منها ولا موضوع. شيء محزن ان احنا قاعدين نلف وندور في حلقه مفرقه من 6 سنين وبدون اي حلول عمليه تعالج هذه المشاكل. في الختام مشكورين وما قصرتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.